أهلا بكم مرة ثانية. والتحليل والبحث في أروقة صاحبة الجلالة وأهم العناوين الصادرة لصحف القاهرة هذا اليوم، معي للتحليل في استوديو هذا الصباح الأستاذ حازم الملاح الكاتب الصحفي. أستاذ حازم صباح الخير. صباح الخير. بداية هبدأ مع حضرتك من جريدة الأهرام. النهاردة في عنوان رئيسي في الصفحة الأولى بيقول قانون الاستثمار الجديد بيصدر قبل نهاية العام، ورئيس الوزراء بيقول حلول وإجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات المستثمرين. يعني أستاذ حازم، لأي مدى من الممكن التعويل هذه المرة على صدور هذا القانون وأهميته بالنسبة للاستثمارات الخارجية للقضاء على الروتين والبيروقراطية على وجه الخصوص؟ هو في الحقيقة قانون الاستثمار الجديد احنا يعني بقالنا فترة كبيرة بنطالب بيه، ان هو يجب ان يكون في مزايا تحفيزية للمستثمرين لإقامة مشروعات في مصر من خلال القضاء على البيروقراطية، من خلال يكون فكرة الشباك الواحد ان هو يقدر يعني ينهي جميع الاجراءات في مكان واحد. بس في الحقيقة كان امبارح كان في تصريحات رئيس الوزراء في قناة اليوم السابع، وكان بيتكلم اني برضو يعني في حاجة تخبط احنا مش عارفين. يعني هو كان بيتكلم بيقول اني القانون الاستثمار موجود من سنتين 2015. طب وفي نفس الوقت شايفين النهارده خبر بيقول قانون الاستثمار الجديد. تمام. فهو احنا يعني في بعض التصريحات بتطلع احنا مش فاهمين مدى دقتها ايه. يعني قانون الاستثمار الجديد المفروض يتناقش في البرلمان المفروض هو يخرج للنور. طيب التصريحات اللي كانت بالامس في حوار اليوم السابع حوار شامل مع رئيس الوزراء وقال ان في قانون استثمار موجود، القصد يمكن يكون التعديل على القانون القديم ببنود جديده تسهيليه وتيسيريه اكتر على يعني اتمنى يكون يعني اتمنى يفهم كذلك، لان في الحقيقه التصريحات كان اللي كان يبص لو كان يحللها كانت غير كده. وعلى اي حال القانون طبعا ده مهم جدا ان هو يقدر يسهل الاجراءات للمستثمرين. استثمار ده شيء مهم جدا لمصر، ويقدر ان هو يعني ينقلنا نقله اخرى. بس اتمنى ان فعلا يعني ان مجلس النواب ان هو ياخد خطوات اكثر سرعه، لان في الحقيقه القانون الاستثمار احنا كنا هنا برضو قريب وكنا اتكلمنا على القانون وقلنا ان احنا مهم جدا ان القانون يكون ده من اولى اولويات مجلس النواب. في الحقيقه انا شايف ان مجلس النواب عنده اهتمامات اخرى وبعض الموضوعات الاخرى اللي هو بيهتم بيها، فانا شايف ان دوت المفروض يبقى على راس اولويات، خصوصا ان رئيس الجمهوريه اكثر من مره عقد اجتماع وكان لسه قريب بمجلس اعلى الاستثمار واصدر اكثر من 17 توصية مهمة جدا كلها ستؤدي إلى خلق مناخ جيد للاستثمار. منها مثلا على سبيل المثال اللي هو الأراضي في الصعيد تمنح بمزايا أكثر لتحفيز المستثمرين يبقى في استثمار في الصعيد لتعمير الصعيد، لأن طبعا حضرتك عارفة إن في مناطق كتير أكثر فخرا في الصعيد فمحتاجين يبقى في تنمية في الصعيد. في إجراءات أخرى موجودة. فيعني حتى اللي أنا مستغرب له إن أكثر مرة رئيس الجمهورية يشير بنفسه إن هو اي مستثمر هيجي البلد هو هينهي بنفسه الاجراءات الاستثمار، وده مش صح، لان المفروض عندنا في اجراءات يبقى عندنا في قانون استثمار المفروض ان هو بسرعه جدا يكون يرى النور، تكون في حكومه رسمها سريع اكتر من كده. لان في الحقيقه رئيس الوزراء قال في اجراءات عاجله، يمكن بيقصد اجراءات اخرى كمان غير قانون الاستثمار للتسهيل على المستثمرين بالداخل، وخاصة احنا عندنا يعني مشروعات كتيرة جدا في الآونة الأخيرة زي كمان العاصمة الإدارية الجديدة. صحيح، عندنا مشروعات قومية كبيرة ودي محتاجة فعلا استثمار. يعني وأنا يعني حتى لو افتكرنا إن مؤتمر شرم الشيخ الأخير مؤتمر اقتصادي كان في فرص كتيرة جدا، وللاسف احنا برضه ضيعناها بالبيروقراطيه وبالروتين بتاعنا، احنا ضيعناها. يعني كان في فرص كتيره جدا وكان في كلام كتير تم يعني طرحه ساعتها، وللاسف ما كانش حد بيتابع من الحكومه ولا الوزارات ولا وزراء السابقين وزاره الاستثمار الوزير السابق. يعني كان كلام حلو جدا لكن ساعه التنفيذ بيبقى فيه مشكله. اتمنى المره دي ان وزاره الاستثمار يبقى في فعلا شغل على ارض الواقع، وانا شايف في خطوات بتحصل. يعني عشان نكون برضو منصفين وندي حق لاصحابه، ان في خطوات بتحصل من وزاره الاستثمار الحاليه. اتمنى قانون بقى يرى النور، لان كل الكلام كله على القانون. يعني نيجي نتكلم على الاستثمار يقول لك طب القانون عايز محتاجين قانون، نتكلم على هيحل جزء كبير جدا من او يمكن كل مشاكل المستثمرين، واعتقد انه هيتم ضخ استثمارات كثيره جدا في مصر بعد يعني بالمناسبه المستثمرين المستثمرين سواء الاجانب او حتى العرب او حتى المصريين منتظرين حتى القانون نفسه يطلع. صحيح. يعني ده بقى لنا اكتر من 3 شهور بنتكلم في قانون الاستثمار، 3 شهور وحتى هذه اللحظه القانون لم يرى النور. طيب. فانا يعني مش عارف ليه اولوياتنا ما بتبقاش دايما
في يعني زي ما حضرتك قلت ان في خطوات، يعني في خطوات ان شاء الله يكون في خطوات تكميليه ليها. اه طبعا القانون مهم طبعا، ملف الاستثمار. طيب احنا معانا كمان من الاخبار عبد العال بيقول حل مشكله الادويه وتوفير احتياجات السوق خلال يومين. البرلمان بيناقش 73 طلب احاطه وتسع اسئله حول تلوث النيل وكوردونات القرى والقمامه. طيب يا استاذ حازم، مشكله الادويه حقيقه هي مشكله كبيره، وخاصه انه شركات الادويه قالت كمان بتصريحات ليها انها ما توقفتش عن الانتاج. ده يعني ايه انها ما توقفتش عن الانتاج؟ انه في مخازن بيتم يعني حجز هذه الاصناف فيها وعدم بيعها انتظارا بقى لانه الاسعار او سعر الدواء يزيد. وقرار تاني كان مهم جدا للحكومه انه هيتم استيراد 142 صنف جديد صحيح من الدواء علشان علشان يبقى في سيوله حتى في وجود الادويه الموجوده في السوق، لانه احنا عانينا الفتره اللي فاتت من نقص بعض الادويه وما كناش عارفين هو ايه السبب. صحيح طبعا كلامك مظبوط، ان في يعني في صناعه الدواء فعلا في فجوه مش واضحه، اللي هي فكره ان شركات الادويه بتقول ان فعلا احنا نتوقف لحظه في انتاج الادويه. ولجنه مجلس النواب لجنه الصحه شكل لجنه تخصص حقائق علشان يشوف طب لو الشركات فعلا بتنتج ادويه طب مصيرها فين؟ تاكد ان في 2500 مخزن، هذه المخازن بتخزن الادويه لتحقيق اكبر استفاده ماديه. المفروض بقى يبقى في دور اكتر اللي هو دور الرقابه، يعني في الرقابه الداخليه ان هو يبقى في تفتيش على المخازن، يبقى في تفتيش على الاسواق على الصيدليات علشان يشوفوا الى اي مدى هذه الادويه متوفره في السوق، وكمان محاسبه من يخطئ اللي هو فكره ان هو يشيل الادويه او يخزنها علشان سعرها يزيد نتيجه ازمه الدولار فالسعر يزيد فهو يحقق اكبر استفاده. فدوت مهم جدا فكره ان الحكومه ولاول مره تتعامل مع الازمه وتختار احدى شركات القبض علشان تقدر تجيب الادويه اللي هي المستورده تبقى موجوده في السوق في خلال ايام، دي برضو خطوه مهمه جدا. اعتقد الفتره الجايه في اجراءات اكتر كمان وضوحا من خلال لجنه تخصص الحقائق هتنزل تشوف المخازن ديت واللي بتعمله وشوف الادويه دي موجوده ولا مش موجوده. مش بس عشان كده كمان وقت. يعني التحويل اللي متسببين في هذه الكارثه للنيابه لانه هو المشكله انه الادويه موجوده بالفعل في مصر لكن عدم اخراجها للسوق دي مشكله، لانه هنا في متاجره بحياه المرضى لان ده علاج. يعني احنا مرينا بعدد من الازمات لكن ازمه الادويه تعتبر من اخطر واكثر الازمات طبعا اهميه في السوق المصري. اعتقد ان اللجنه يعني اللجنه تخصص الحقائق يعني هتمشي بنفس المنهج بتاع لجنه تخصص الحقائق في القمح واللي حصل بعدها ان تم تحويل بعض الناس للنيابه، فاعتقد برضو نفس النهج اللي بتقوم بيه تخصص الحقائق حاليا ان هو برضو هيزوروا بعض المخازن ديت وياخدوا خطوات تحويل النيابه. اعتقد المشكله كمان ان الادويه دي لها مده صلاحيه، يعني ان انا انتجها فتره معينه واخزنها فتره لحد لما الدولار او السعر اللي هو المناسب بالنسبه له، دي كمان مشكله ومتاجره كمان بحياه الناس. اكيد، بس في نفس الوقت في بعض الادويه هم عارفين ان هي ناقصه وهم كمان محتاجينها، فبالتالي هو عارف اوريدي ان هذه الادويه فعلا في حاجه شديده ليها، فبالتالي هو عارف ان المنتج ده هيطلع لان هو عارف ان هو النهارده الناس محتاجاه ومش موجود في السوق. هي مشكله اخلاقيه كمان يا استاذ حازم الحقيقه الدرجه الاولى. طيب انا معايا كمان من الشروق، الماليه بتطرح الشريحه الاولى من السندات الدولاريه في يناير وسداد كامل لمستحقات شركات البترول الاجنبيه خلال 3 سنوات. طيب يعني طرح السندات او الشريحه الاولى من السندات الدولاريه دي هتاثر ازاي على سوق الدولار؟ هو خلاص يعني بعد الاجراءات الاقتصاديه الاخيره اللي حصلت اصبح في وجود دولار موجود في البنوك، ودي خطوه مهمه جدا وفي نفس الوقت بتشجع الاستثمار، لان جزء من المستثمرين كانوا بيتكلموا طب انا لما احب احول دولارات او اجيب دولارات هجيب منين؟ وكان في سوقين، كان في السوق السوداء وكان في السوق الرسمي، فهو كان عنده سعرين الدولار، فكان هو طب الى اي مدى هشتغل بسعرين للدولار في بلد واحده؟ فالخطوه اللي تمت دي ان اصبح بقى في سعر رسمي موجود للدولار في البنوك، وبالمناسبه دوت خلى ان دلوقتي البنوك بقى في سيوله في الدولاريه وعلى اثرها تم طرح الشريحه الاولى دي يعني اولى بوادر الاصلاحات الاقتصاديه اللي حصلت في خلال شهر نوفمبر، ودي هيعقبها كمان خطوات اخرى ستؤدي الى تشجيع الاستثمار وستؤدي الى ضخ اكبر عدد من الدولارات في البنوك. لكن الناس بتقول انه حتى يعني حد دلوقتي انه الدولار غالي، يعني وصل يمكن في بعض البنوك 7.5 17 عفوا 18 فده يعني هل ان
يعني ما زال في مشكله، ولا انه تقريب المسافه ما بين السوق السوداء والسوق الرسمي كده قضت على جزء من المشكله؟ انا اعتقد لو احنا لاحظنا في خلال الايام اللي فاتت بدات السعر بينزل، لسه الوضع ما استقرش لان لسه في خطوات اخرى. اعتقد انها يعني بنشهد مزيد من التحسن خلال الفتره القادمه. يعني انا شايف ان الوضع النهارده احسن من اسبوعين لما كان الدولار كانش موجود في البنوك وكان السوق السوداء كان بيتلاعب بسعر الدولار. النهارده الدولار موجود، صحيح ان لسه سعره لسه عالي، بس اعتقد ان الفتره الجايه سعره هيبدا في النزول. طيب هل تعتقد الاجراءات العاجله او اللي اتخذتها الحكومه، الاجراءات الاقتصاديه خلال المرحله او الايام القليله الماضيه ساعدتها؟ زي ما شايفين النهارده في خبرنا انه سداد كامل لمستحقات شركات البترول الاجنبيه هيكون خلال 3 سنوات، يعني الاجراءات دي وفرت سيوله معينه هيتم من خلالها توفير السيوله الماليه، وتاثير ده هيكون على سعر البترول او مشتقاته ايه في مصر؟ هو طبعا يعني بمناسبه ان الدولار بقى موجود فده سهل كثير، ان عملة صعبة موجودة نقدر يعني ندفع بها مستحقات خاصة بالبترول، وده كمان هيؤدي. كان في بعض شركات البترول كانت أوقفت التعامل نتيجة عدم سداد المستحقات، فدوت هيسهل إن يبقى في تعاون مع أكثر من شركة لاستيراد المواد البترولية، فده هيدعمنا، لأن كان في بعض الشركات كانت وقفت التعامل لأن ما كانش في سداد المستحقات الأخيرة، فده يؤدي للسيولة ويؤدي كمان إلى التعاون مع شركات أخرى لضخ مزيد من المواد البترولية، وده هيؤدي إلى أن السوق يقدر يبقى فيه ضخ أكبر كميات ومش يبقى فيه أزمة خاصة في البنزين وبعض المواد إن شاء الله. طيب معنا كمان من المصري اليوم، مجلس الدولة بينتهي من قانون الجمعيات ويرسله للبرلمان، القانون لا يشوبه أي عوار دستوري. أبو العزم بيقول أن الصياغة أهم الملاحظات، والجمعيات تطلب إلغاء الحبس وتسهيل إجراءات التمويل في مواد القانون الجديد. يعني موضوع الجمعيات الأهلية ده موضوع أثير ملف الحياة شائك جدا. صحيح. يعني حتى إحنا بعد ما تم أو عمل المصريين ثورة اكتشفنا بعد كده إنه كان في فساد كبير جدا في عدد كبير من الجمعيات الأهلية، كان في تمويل أجنبي وكانت مشكلة وحقيقة وملف كبير. إزاي بقى نقدر إن إحنا نوازن، يعني نسمح للجمعيات الأهلية بالمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت يكون في يعني ردع لأعمال هذه الجمعيات أو شروط حتى مقننة لعملها؟ شوفي، عشان بس نكون منصفين، إن في أي دولة في العالم علشان يحصل تنمية بيبقى لها جناحين، الحكومة والمجتمع المدني. فإذا المجتمع المدني هو بيكون شريك وله دور كبير في التنمية في البلد، ولكن بعض الجمعيات أخطأت بعضها. تمام، أنا ما ينفعش إن أنا أحاسب كل المجتمع المدني او كل المجتمع الاهلي بخطا 10 او 20 او 15 وات ايفر، يبقى انا كده بظلم بقيه المنظمات والجمعيات اللي بتشتغل في الشارع. تمام؟ قانون الجمعيات، الحكومه ممثله في وزاره التضامن عملت قانون للجمعيات وحصل عليه حوار مجتمعي واتناقشوا فيه، انا حضرت احدى جلساته في الاتحاد العام للجمعيات. فوجئنا ان لجنه التضامن في مجلس النواب اصدرت قانون فجاه كده ب 203 نايب بدون اي يعني الف في اي حاجه، القانون اتمرر وعدى. طيب انا هسال سؤال، صحيح ان حق مجلس النواب حق اصيل ان هو يشرع وينظر قوانين، لكن في نفس الوقت هل استمعت للجمعيات اللي هم اصحاب الحق في القانون؟ ما حصلش، القانون عدى، وبعد ما القانون عدى وراح مجلس الدوله قالوا سننتظر الملاحظات. طيب هو هل يعقل ان يحصل قانون وتم مناقشته بدون اصحاب الشأن؟ ده ما حصلش لغايه دلوقتي، ما حصلش. طيب الجزئيه الثانيه، وزاره التضامن اصدرت عملت قانون وارسلته، طيب ليه ما حصلش تنسيق ما بين الحكومه ومجلس النواب في القانون دوت؟ دي حاجه. كمان جزئيه ثالثه، في اختلاف ما بين القوانين، يعني القانون بتاع وزاره التضامن هو مش دفاعا عنه بس هو حصل عليه حوار مجتمعي والوزاره استقبلت الملاحظات عليه، اي مقترح وملاحظات اتبعتت لوزاره التضامن، اما قانون مجلس النواب ما حدش عارف عنه حاجه. نيجي كمان لجزئيه اخرى، فكره التمويل الاجنبي. التمويل الاجنبي ده موجود في كل حته في العالم، مش بدعه ومش حاجه سيئه لو تم استخدامها بشكل جيد. يعني ما في تمويل اجنبي من خلال الاتحاد الاوروبي بيعمل محطات مياه في الصعيد وصرف صحي وغاز طبيعي، دوت مشروعات مهمة جدا في البلد. تمام؟ في مشروعات أخرى للمرأة ودعمها والمرأة المعيلة، ده برضو شيء مهم جدا.
فكره ان يبقى في يعني اللي انا شايفه قانون الجامعات بالشكل دوت اللي هو بيعمله مجلس النواب، انا شايفه هيقيد عمل الجامعات الاهليه. طيب الجامعات دلوقتي بتطلب كمان بالغاء الحبس وتسهيل مصادر التمويل. هي ما هي يعني انت رايك ايه في النقطتين دول ومصادر التمويل تسهيلها ازاي يعني بدون رقابه بدون شروط؟ لا يعني دي ممكن تبقى فيها مشكله شويه اكيد لانه يعني ممكن يكون غطاء لاعمال ثانيه. مفيش اكيد طبعا اكيد ان مفيش حاجه بتتعمل كده لوجه الله، واكيد ان في بعض الناس لها اجندات احنا بنعترف ده، بس نفس الوقت واحنا بنشتغل على ازاي نشجع المجتمع الاهلي ويبقى فعلا ليه دور في المجتمع، نحاول برضه في نفس الوقت اللي احنا ما نقيدوش. يعني هم في القانون بتاع مجلس النواب قالوا ان يبقى في جهاز موجود، الجهاز ده ممثل فيه موجود من ممثل الداخليه والخارجيه والتعاون الدولي وبعض الاجهزه علشان هي اللي توافق او ترفض ايه المنح. طيب السؤال ايه المعايير؟ ما حدش عارف. يعني ممكن انا اقدم في خلال شهر يترفض، وما اقدرش كمان اللي انا اطعن او لا اقول لا، ده القانون بتاع القانون بتاع مجلس النواب. اللجنه اللي هي لجنه اسمه جهاز رقابي ده اللي هيفصل فيه المنح والمنح الاجنبيه. طيب لو انا حبيت اتظلم اروح فين؟ مش موجود. القانون اللي هو 2002 اللي احنا شغالين بيه لغايه دلوقتي بيديني حق اللي انا ممكن في وزاره التضامن اللي انا اتظلم على في خلال 60 يوم اتظلم على القرار. تمام؟ فاحنا عايزين يعني احنا مش ضد ان يبقى في رقابه اكتر للامن القومي، احنا محتاجين جمعيات الاهليه بس احنا محتاجين يعني مؤسسات المجتمع الاهلي او المدني المجتمع الاهلي في عمليات التنميه شايل شيله كبيره قوي في يعني احنا لو بصينا دلوقتي وشفنا مشروعات كبيره هنلاقي المجتمع الاهلي داخل يعني بدور كبير قوي خصوصا في منطقه الصعيد عامل دور كبير قوي. فاحنا مش عايزين نحرم الجمعيات ان هي تشتغل، لان في الحقيقه ان هذا القانون لو تم تمريره بالمناسبه جماعه كثيره جدا، طب انا مستفيد ايه؟ طب انا اقفل الجمعيه. في الاخر الضرر هيعود على المواطن اللي هو كان بيستفيد بهذه الخدمات، سواء خدمات بقى في مشروعات للمراه، اسواق ومنتجات، سواء بقى لفرص عمل للشباب، للتعليم، لمدارس، انشاء مدارس في الصعيد، انشاء يعني كل الكلام ده هيتاثر بيه المواطن. طيب معانا من الاخبار خبر تاني عنوان بيقول وزيره التعاون الدولي بتقول لوفد البرلمان الاوروبي اولويه لدعم المشروعات الصغيره وتنميه مهارات الشباب. أعضاء الوفد بيقولوا استقرار مصر مهم لأوروبا ونساند برنامجها الاقتصادي. طيب احنا دلوقتي بنحاول أو الدولة بتحاول توفر فرص عمل، إنجاز عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص باعتبار إن هي يمكن حتى أسهل وبتستوعب عدد من الشباب وبتدي للشاب كمان فرصة إنه يفتح مشروع صغير مثلا أو مشروعات متوسطة حرفية أو غيرها. عايزه اعرف الاستراتيجيه اللي محتاجاها الدوله خلال هذه المرحله علشان توفر فرص عمل وتسهل كمان اداء هذه المشروعات، زي ما كنا بنتكلم على قانون الاستثمار والبيروقراطيه والاجراءات وصعوبتها، ازاي الدوله بتوفر ده وتسهيل اجراءاته كمان للشباب؟ شوفي هو المفروض ان هي كلها باكج واحده، فكره ان في قانون استثمار جديد بيسهل فرص لاكثر جذب المستثمرين، فده يؤدي لخلق فرص عمل للشباب. كمان في جزء تاني ان الحكومه ممثله في صندوق الاجتماعي للتنميه بتدي فرص لمشروعات للشباب، بس ما زالت هذه الاجراءات صعبه، ما زالت هذه الاجراءات تحتاج لنظره. يعني انا اتمنى ان يبقى في خطوات اكثر تشجيعيه للشباب من خلال المشروعات الصغيره، كنت عايز اتكلم من شويه حتى رئيس الجمهوريه في مؤتمر شرم الشيخ اشار ليها فكره مشروعات للشباب، مشروعات صغيره المستثمر الصغير، لان يبقى تحفيزهم وده يبقى بدايه ان المستثمر ده مع الوقت يبقى هو مستثمر كبير وهو ليه دور كبير في تنميه البلد. اعتقد ان ده خطوه مهمه جدا، محتاجين يبقى في اجراءات بقى على الفعل. وانا شايف ان حتى توصيات مؤتمر الشباب الاخير بدات، يعني يبقى في حيز التنفيذ بعد كام يوم، هيبقى في مؤتمر للشباب تنفيذ توصيات رئيس الجمهوريه في المؤتمر الاخير، هيبقى في زي مجلس وطني للشباب، المجلس ده هيبحث بقى ازاي يبقى فيه توفير فرص عمل للشباب. طيب من ناحيه ثانيه استاذ حازم، هل استطاعت مصر ان يعني تغير الصوره بالنسبه للمجتمع الخارجي؟ لانه هنا كمان في تصريح لوفد البرلمان الاوروبي بيقول ان استقرار مصر مهم جدا بالنسبه لمساندتنا لبرنامج مصر الاقتصادي، الى اي مدى استطاعت مصر ان تاخذ خطوات جاده في هذا الاطار؟ في الحقيقه في جهد، عشان نكون برضو منصفين، في جهد بذل من خلال وزاره الخارجيه المصريه من خلال بعثاتها وسفارتها في الخارج ان هم نقلوا الصوره بشكل حقيقي دون زياده او نقصان.
ودوت ادى الى ان في بعض يعني جزء كبير من دول العالم بداوا يتعاونوا معانا. رجوع مصر لمجلس سلم الامن الافريقي والاتحاد الافريقي، كل الكلام دوت كان شغل مجهود بذل طول السنتين اللي فاتوا من خلال وزاره الخارجيه وبعض المنظمات لتحسين الصوره ويعني عوده امور لنصابها. يعني السياسه الخارجيه المصريه كمان يعني بتنفتح على العالم كله، شايفين ان في جولات كتيره جدا بيقوم بيها سواء رئيس الجمهوريه او وزير الخارجيه لدول كتيره من العالم، البرتغال لسه اخر حاجه، اليونان، قبرص، في دول كتير. انا شايف دوت يعني سهل حاجتي. الصين رئيس الجمهوريه زار الصين اكتر من مره، رئيس الصين زار القاهره، يعني في انا شايف ان في كمان الشركات الصينيه حتى داخله معانا بجزء كبير جدا في العاصمه الاداريه في تنفيذ حتى المشروعات. بقى في انفتاح على اكتر من قاره، بقى انفتاح اكتر من بلد، بامريكا، اليابان، كوريا، شايفين الخليج، شايفين في تنوع في السياسه الخارجيه المصريه. طيب. دوت وصلنا اثر بالايجاب طبعا على صوره مصر، وده اثر طبعا بشكل. طيب. معانا من الاهرام انطلاق جوله جديده من الحوار الفكري والمجتمعي لتجديد الخطاب الديني، تنظمها وزاره الشباب والازهر لترسيخ القيم الدينيه والانسانيه والاخلاقيه بالمجتمع. حضرتك شايف جوله الحوار دي، الحوار المجتمعي دي ازاي، واهميتها بالنسبه للحوار بين الشباب وبين القاده سواء كان على المستوى السياسي او حتى الديني لتغيير الفكر الخاطئ وتصحيح الخطاب، لان تصحيح الخطاب الديني ده من اهم الاشياء المؤثره على فكر ومعتقدات الشباب المصري. صحيح. احنا يمكن اكتر من مره ناشدنا الازهر الشريف ووزاره الاوقاف ان يبقى لهم دور اكتر مع الشباب، وان هم يبقى في خطاب تنويري معتدل لنشر مفاهيم التسامح والدين الاسلامي بشكل ايجابي، لان فترة الأخيرة شايفين في تمدد للحركات المسلحة والجماعات الإرهابية، ودوت جزء يعني لو بصينا كده في تحليل اللي الموجودين في هذه الجماعات المنتشرين هم الشباب، سواء بقى يعني من جميع الدول، وبالتالي الاهتمام بالشباب ده شيء مهم جدا. واحنا كنا طالبنا برضو ان يبقى في زي جلسات حوار، وده بدأ على أرض الواقع، دي خطوة مهمة جدا، وجهد لوزارة الشباب ووزارة الأوقاف، وده شيء مهم جدا. أتمنى أن يبقى طول الوقت بقى يبقى في هذه الجلسات لتصحيح المفاهيم. كمان جزء تاني بقى فكرة المساجد، يبقى في فعلا نشر خطاب تنويري في المساجد، ويتم فعلا متابعتها بشكل إيجابي، يبقى نشر مفاهيم بشكل جيد، يبقى فكرة مراكز الشباب والأندية فعلا يبقى فيها زي دايما لقاءات وجلسات نقاشية ما بين الشباب للاستماع عن ارائهم. وكمان طيب ده كمان له جزء مكمل يا استاذ حازم، فكره المناهج التعليميه تغييرها او تطويرها بما يتناسب الفكر الديني الجديد، ووسائل الاعلام وتحريها للدقه حتى فيما تبثه من اخبار، ازاي ان احنا نقدر يعني ننفذ هذه الاستراتيجيه بشكل متكامل لترسيخ قيم الانتماء والولاء عند الشباب. بالنسبه قلت مهمه جدا، بالنسبه للاعلام ده جزء مهم جدا، من خلال لو احنا عندنا نقابه الاعلاميين، لما المفروض هي خلاص هتنشا، دي هتبقى هي مظله بتشمل كل الاعلام، ساعتها هتقدر تمارس دورها، تقدر تدرب الاعلاميين، تقدر تضبط الاداء، تشوف مين المخطئ وتقدر تتعامل معاه. ده فيما يخص الاعلام المرئي او المسموع. فيما يخص الصحافه فندي من خلال النقابات، نقابه الصحفيين يبقى لها دور اكتر ان هي تتابع ما يكتب، وكمان تقدر ان هي تقيم، وتقدر يبقى في اي يعني اي زميل يخطئ او يتجاوز تقدر تتعامل معاه. كمان تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، ان يبقى فعلا دوت مطروح، هيبقى موجود عندنا في الاذهان طول الوقت نشتغل عليه. كمان اللي احنا نقدر نتحرى الدقه في الاخبار، وده جزء بقى ضمير المهني سواء للاعلام او للصحفي ان هو يقدر يشتغل على دوت. طب فكره القوافل التوعويه حضرتك شايف انها هيبقى لها دور خلال هذه المرحله بالجانب بقى الحوار المجتمعي كمان؟ يعني كانت في مبادره انبه للازهر لقوافل توعويه في المحافظات لنقل الفكر بشكل مباشر ما بين الائمه او الدعاه وبين الشباب بشكل مباشر، يعني عمل زي ما بنقول كده قعدات في المحافظات بالنسبه للشباب. دي مهمه جدا، لانها بيكون يعني لو شفنا جلسات الحوار دي ممكن تكون رسميه قوي، القوافل دي ممكن يبقى ما تبقاش رسميه، وبالتالي ممكن يكون فيها اريحيه اكتر، والناس ممكن تقول
رايه بصراحه وتتكلم بشكل ايجابي او يعني بتنقد او بتتكلم بشكل ايجابي يبقى في فرصه اكتر ان هي للحوار المباشر والحوار المباشر بدون اي قيود وبدون اي يعني مسافات على طول الكلام يوصل وكمان يبقى في خطوات. صحيح. طيب معايا من الاهرام كمان سياسيون بيقولوا فيديو الجزيره دعوه خبيثه تهدف للاضرار بالامن القومي المصري. دكتور سامي عبد العزيز بيقول الدراسات تؤكد ان نسبه مشاهده لهذا الفيلم تراجعت او لهذه القناه يعني تراجعت كثيرا في المنطقه. حضرتك بتفسر بايه؟ يعني كل فتره والثانيه تجي لنا قناه الجزيره باكاذيب وشائعات يعني حتى قبل كده بثت فيديوهات خاصه وكانت بتكتب مباشر من مصر وهي اصلا مش من مصر. صحيح. الحقيقه فيعني دلوقتي فيلم تسجيلي عن الجيش المصري، الحقيقه اللي لفت نظري وسائل التواصل الاجتماعي ويعني فكره الحمله اللي قام بها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الفكره حتى. تكاتف شعبي يؤازر الجيش المصري. بتفسر الدعوات دي لقناه الجزيره يعني وخاصه انها خلاص يعني عايزه اقول انها انكشفت بالنسبه مش بس مصر على فكره للدول العربيه يعني على المستوى الدولي. وبالمناسبه انا فيلم ما شفتوش ولا هشوفه ولا يعني بامانه ولا احنا مش في حاجه ان احنا نشوفه ولا في حاجه نشوفه اصلا. في الحقيقه يعني ده يعني سلسله برضو من جزء من المؤامره، فكره ان يبقى في دايما هجوم طول الوقت على مصر على جيش مصر. يعني ده بقى اصبح يعني زي ما قلت من شويه هو مكشوف وبقى واضح للعيان، واحنا كمان اتمنى ان احنا ما نقدرش يعني نقف قدامه كتير لان مصر انطلقت للامام. احنا مش عايزين نبص للعب الصغار، مش عايزين يعني مش عايزين نبص لهم الكلام ده، احنا عايزين بقى ننطلق ويبقى في اهتمام بالمشروعات وفي اهتمام بالشغل والا ننساق لهذه المهاترات والا ننساق لهذه الامور اللي انا شايفها تافهه يعني. وكمان اتمنى حاجه تانية اللي احنا كمان عوده بقى يبقى في دور كبير للاعلام المصري وانا هنا في ماسبيرو. يعني اتمنى اني فعلا نحن اشد الحاجه لماسبيرو اني يعود بقوه، وكلنا امل ان ماسبيرو يعود بقوه ان هو فعلا يرجع زي الاول واحسن. لان دوت بالمناسبه احنا لازم يكون عندنا اعلام قوي. احنا بنحاول والله استاذ حازم من هنا حتى من النيل الاخبار عمل هذه الموازنه يعني على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نواجه ده من خلال حتى مش هنقول بقى ان احنا نرد على السلبيات لكن عرض الايجابيات واللي بتقدمه الدوله والحكومه من خلال بقى حوار مجتمعي لمنع الشباب من الانسياق وراء افكار او من خلال عرض مشروعات الحكومه وفرص عمل. في امل ما زال يعني احنا فاتحين باب امل للشباب من خلال الانجازات اللي بتقوم بها الدوله. وطبعا ده اكبر رد على هذه الافلام او غيرها وان كان حتى هي لو توضع في الاعتبار. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حازم الملاح الكاتب الصحفي. شكرا يا فندم. بشكركم مشاهدينا الكرام وننتقل الى الزميله ريهام رجائي واخبار الرياضه.